قوة التخيل. موضوع كتير مهم وموضوع كتير كبير بس راح احكي عنه هلأ ببساطة. تخيل، اقعد غمض عينيك وتخيل شو الجسم اللي انا بدي اياه، شو الشكل اللي بدي اوصله، لانه لما يكون عندك انت الصورة النهائية اللي بدك توصل لها، عقلك الباطن برضو ببلش يبني بهاي الصورة، ببلش يتبناها. احنا بدنا العقل الباطن يتبنى هاي الصورة. فشوي شوي اذا انت كل يوم بتقعد بتتخيل قبل ما تعمل تمارينك شو الجسم اللي بدك توصل له، راح تلاقي انك انت بعد فترة بلش عقلك يستوعب مش يرفض، لانه بالعادة انت اول ما تخيل هاي الفكرة عقلك راح يبلش يطلع لك اشياء يرفض هاي الفكرة. فانت عشان عقلك ما يرفضها شوي شوي بتضلك تعوده 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 تعوده، راح تلاقي انه العقل الباطن بلش يتبنى هاي الفكرة لغاية انه بلش يآمن فيها وبلش يشوف الصورة النهائية، وراح تلاقي بعدين انه كل الاهداف اللي انت حاططها صارت كتير اسهل انك توصلها.